واش دخلوا الشفاره من الشرجم؟ ماشي دخلوا من الشرجم، دخلوا من الباب. من الباب وشفروا وخرجوا داكشي من الشرجم. حلوا الباب بالساروت ودخلوا بالساروت. من هنا منين خرجوا داكشي؟ البلازما من هنايا، البلازما كتخرج من هنايا لا تخرج. وخرجوا لي حويجاتي كاملين، كحطوني ما خلاوني. خرجوا كلشي من هنايا، خرج الحوايج وديكشي. صحيت الوالدين هذا الشفاره. خرجوا من هنا من الشرجم. واو واو. والصالون اللي كنسول كنقول لهم مشاهدو قناه شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينه الدار البيضاء، بالضبط من منطقه الحي الحسني. حسنيه عندها 8 ديال الوليدات، دخلوا عليها الشفاره، فرعوا عليها الباب وشفروا لها حوايج، شفروا لها البلازما، شفروا لها من هنا البلازما، خرجوها من هنا من الشرجم. تخيل معي اخطر عمليه سرقه بمدينه الدار البيضاء وقعت في الحي الحسني، شفروا البلازما والحوايج كلهم من هذا الشرجم، دخلوا من الباب، فرعوا الباب وخرجوا كل شيء من هنا. شوف شوف معي، شوف معي شنو واقع هنا في الحي الحسني. اختي شنو وقع لك؟ السلام عليكم الخوت. اخويا اللي وقع لي انا في رمضان، جار ودخل رمضان، ثلاث ايام في رمضان انا ما كنتش فاطره في الدار، انا وليداتي كنت فاطره عند واحد السيده، عارضه عليا واحد المتتبعه، عرضت عليا قالت لك والو ما تمشيش باتي معايا. قلت لها صافي، النهار الرابع باغا نجي لداري، جيت لقيت البيبان محلولين ولكن مسدودين وما محلولين ومبسمين، حليت الباب دخلت كنلقى الدار مشفوره، لقيت كلشي مهزوز، البلازما ما كايناش، الحوايج ما كاينينش، شي حاجه ما كاينه. عيطت للبوليس، جاو عندي البوليس، داروا البصمات هنا، داروا ديكشي البصمات في الدار كامله. كنقول لهم شنو درتو؟ كيقول لك احقا راه ما لقيناش، كل ما طلعوش البصمات، كنتسناو ديكشي ديال لادين. وشوف من رمضان لدابا شفرك حوايجك دارك كلشي شفر، كلشي ما قلاو ليا والو، حتى من حوايج وليداتي طربيه صغار جايين من فرنسا مصيفطهم لي المرا داوهم لي ساكو عامر بالحوايج باقيين جداد، خرجوا من هادو من هنايا من هنا. دابا بلازما الحي دارك نخرجها لكم من هنا تخرج، خرجوا كلشي من هنايا، داو الحوايج، داو الحوايج، داو كلشي، وحقي باقي ما عرفتهمش، باقي دابا ما عرفتش شكون يكونوا باغيين معنا. ما عرفتش اخويا انا هاد الناس، ما فهمتش علاش كيديروا فيا هاد الحاله، وغيتيمه وعندي 8 ديال الاولاد وربي اللي عالم بيا، الا ما عاونوني الناس ما نوكل هاد الاولاد كنبقى انا وياهم بالجوع. انت شتي حتى الفراش ما عنديش، كل واحد فين كاين. ولكن علاش انت من دون الناس؟ علاش جوج فروق؟ ما عرفتش، ما عرفتش، هادشي اللي ما بغاش يدخل ليا لراسي، هادشي اللي ما بغاش كاع يدخل ليا لراسي، ما عرفتش. انا كنطالب بسي الحموشي وكنطالب بسيدنا الله ينصره، كنطالبها بحقي، باغا نعرف شكون اللي شفر ليا داري. انا البوليس قالوا لي حق البصمات ما خرجوش مطابقين، ما كاينينش ما طالعينش، والبصمات كاينين في هذيك ديال التلفازه، والبصمات كاينين في السرجب، وكاينين في التلفازه تفراس. لا دي شراتها ليا واحد السيده متتبعه مسكينه، يلا خداتها ليا، راه هذيك اللي خلاو ديال البلازما حيدوها وخلاوها، هذيك راه كانت فيها البصمات، السرجب كان فيه البصمات. ومازال ما بانش حقي، علاش؟ علاش هاد الظلم؟ فين هو هاد القانون؟ فين هو هاد الحق؟ اليوم شنو كطلبي اليوم؟ انا كنطالب بالمسؤولين يشوفوا حالة اللي ما في حالتوش، اللي ما عندوش، حياتنا راه مدمرهم بشتة. انا الاب، انا الام لهاد 8 د الاولاد، ما عندي خوت حدايا، ما عندي اب حدايا، ما عندي ام حدايا، كنبغي نمشي ناخذ حقي معاك، ما كيوقف معايا حتى واحد. الا ما كنجيبك عامر وكان شي حد كيعرفك راه ما غاتاخذيش حقك، وانا راه ما عندي حد، عندي الله، ما عندي حتى شي واحد من غير ربي، وانا كنطلب ديما ربي هو اللي عندي، حيت عندي غير الله. ما عرفتش علاش هاد الناس كيتعداو عليا، كنوض نتعاير والده ولاد الحرام، علاش هادشي؟ كيحرموا لي رزقي ورزق ولادي، علاش هادشي؟ واخا عاطيني تكون دايره ذنب ديال الدنيا والدين، واخا ما عرفتش من ذنوب نكون دايره، حيت ولدت هاد الولاد راه ربي قسمهم عليا، راه كنت عايشه في الزنقه، اش غندير؟ ما غنديرها من الشهر، عرفتك بزاف اخويا، وجا طرا ليا مشكل ديال التريبورت وديال الاغتصاب، راه بزاف هادشي، راه بزاف. ملي كيشوفوا الوليه بوحدها ما عندها لا عائله لا خوت، كلشي كيدعس عليها بحال شي سراق الزيت كيصدموا عليها برجليهم، علاش؟ علاش هاد الظلم؟ علاش هاد الحقره؟ ياك كاين القانون في البلاد، وفين هو حقنا؟ فين هاد حقوق المراه؟ هاد حقوق النساء فينا هما؟ وكتسولي كيقول لك ما كاين والو. انت مشيت شحال؟ مشيت ما بقيتش، بقيت كاع بغيت نمشي، مشيت جوج مرات من ورا سارقتي، ما بغاوش يما، كيقول لك ما كاين والو، البصمات باقي ما طلعوش، شنو غنديروا؟ تمشي تسول على راسك، اش غندير؟ يلا
انا باغا حقي تسخن. كنقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل، رد ورزق يتامى. راه ديك الحويجه تشارين لهم ليها المحسنين، راه اي حاجه شارينها ليها المحسنين، راه عايشه بمحسنين. انا راه كنت عايشه في الزنقه، راه ما كنت لا كاريه لا والو، راه المحسنين اللي كاريين ليا، راه المحسنين اللي مفرشين ليا، راه المحسنين اللي كيوكلوا ليا وليداتي. راه دابا درهم باش نجيب خبزه ما كنلقاهاش، ما عنديش، ما خداماش. كنطالب بشي مشاريع، كنطالب بالمسؤولين كيعطيو الناس عليا شي خدمه، كيعطيوهم تريبورتورات، كيعطيوهم بزاف د الحوايج. علاش انا ماشي مدوني مدون الناس؟ واسيدنا راه تانا وليا، راه ما عندي حتى شي واحد، راه ما عندي لا عائله لا خوت لا والو. عندي وليدات مكرفصه عليهم ومعذبه عليهم ومربياهم وتكبرتهم ومقاتله عليهم. 06 74 35 92 52. راه اللي 06 74 35 92 52. راه اللي بغى يتفرج ويشوف كل شيء ويشوف هذا الشيء اللي طار ليا، يكتب حسن يا ام سبعه اطفال، راه اليوتيوب غتفرجوا في كل شيء.